مشاهدينا الكرام متواصلون معكم من جديد، ونعتذر عن هذا الاتصال الذي فقدناه. نتابع في هذه الفقرة، نتابع ما أثره الطبيب الصيدلي دكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين بشأن التأثير السلبي لعقار التريزوروكس، وعقب كشفه هذه التفاصيل صدر قرار بنقله من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية إلى مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة. ولكن مساء أمس شهد تطورا آخر في القضية، حيث قرر وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد وقف قرار نقل الدكتور محمود واستمراره في عمله، إضافة إلى سحب العقار المذكور من الأسواق. كما شمل قرار وزير الصحة سحب جميع العقاقير التي تحتوي على المادة الفعالة السيبروهيباتادين وعلى رأسها عقار التريزوروكس. معي هنا في الاستوديو لمعرفة المزيد من التطورات حول هذا الموضوع الدكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلية الحكوميين. مرحبا بك دكتور محمود. دكتور محمود، يعني أبدأ معك، من المفترض أن هناك قرار بأن تقوم باستلام عملك مرة أخرى، هل بالفعل يعني قمت اليوم باستلام العمل؟ هو أنا امبارح معالي الوزير الحمد لله مشكورا وافق على عودتي إلى عملي، لأن أنا صاحب حق والمفروض أكافئ بدلا من أن أعاقب. النهاردة رحت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية للعمل القديم الذي تم نقلك الذي تم نقلك يعني منه إلى بالظبط اللي المفروض ان انا ارجع له. لقيت مدير الامن بيبلغني مشكورا، بيبلغني ان الدكتور محسن اتصل بيه وقال له ان انا ما زلت على قوه الجيزه. دكتور محسن هو دكتور محسن عبد العليم رئيس الاداره المركزيه للشؤون الصيدليه. تمام، وقال له ان انا ما زلت على قوه الجيزه وان انا ما ينفعش اخش الاداره، ولما يجي هو ويبت في تاشيره الوزير ويشوف اذا كان هيقبلها او يرفضها. وتم منع من الدخول و... طب هل انت تبعت قرار الوزير، وهل بالفعل هو وصل الى دكتور محسن عبد العليم ام لا؟ هو بالفعل وصل القرار للدكتور محسن عبد العليم، وتم اصدار منشور دوري من قبل الاداره المركزيه للشؤون الصيدليه لسحب العقار من السوق، وتم بالفعل يعني في بعض المحافظات بلغتني ان المنشور وصل لها والمفروض يفعل. طب هل من يعني بالفعل من الممكن ان يتم رفض يعني تاشيره الوزير وايضا يعني تمنع من ممارسه العمل؟ هي دي انا ما اقدرش ابت فيها، بس المفروض ان هو ولكن هذا ما حدث، انك يعني منعت من ممارسه العمل اليوم. ما حدث حتى الان، تم منعي من دخول الاداره المركزيه للشؤون الصيدليه بحجه ان انا ما زلت على قوه الجيزه، مع ان انا ما استلمتش فيها ولا اخليت طرفي من الاداره المركزيه حتى الان. وحتى لو انا صيدلي عادي في اي صيدليه في الجمهوريه من حقه يخش الاداره المركزيه، لو اي مواطن عادي من حقه يخش الاداره المركزيه ويسال عن الادويه ويسال عن النواقص، اي حد مواطن، اشمعنى انا؟ طيب يعني بالطبع يعني هذه واضحه، ونتمنى ان يكون يعني هناك متابعه من وزاره الصحه. وانت بالطبع يعني ستتابع هذا الموضوع بانك يعني اليوم منعت من ممارسه العمل على الرغم من قرار وزير الصحه. تمام. ارجع معك بقى الى مشكله العقار، ما هي المشكله وكيف اكتشفتها؟ كيف اكتشفتها؟ الاول اللي حصل ان انا كنت شغال في اداره نواقص الادويه، جالي شكاوى كتير قوي، وانا كنت مسؤول الخط الساخن لنواقص الادويه، يعني اي حد بيسال عن ادويه في السوق مش لاقيها كان بيتصل بيا. في ناس كتير اتصلت بيا مش لاقيه دواء اسمه بيريافيت شراب انتاج شركه الفرعونيه، وفي ناس اتصلت بيا برضو مش لاقيين دواء اسمه تراكتين شراب شركه القاهره. فكلمت الشركتين فقالوا لنا يا جماعه انتوا كوزاره صحه منعنا من الانتاج عن طريق صدور قرار من اللجنه الفنيه بيمنع تداول ماده السيبروهيبتادين في صوره شراب. فخدت القرار ده، وطبعا انا عارف ان دواء تريزوريكس هو المثيل والبديل لدواء بيريافيت شراب اللي من انتاج شركه الفرعونيه. فقلت في عقلي بالي اشمعنى الدواء ده هو اللي ما زال بينتج حتى الان؟ الشركات كلها المثيله نفذت قرار اللجنه الفنيه ومنعت الانتاج، لان الماده الفعاله التي تدخل في هذه الادويه هي اساسا ممنوعه. ايوه تمام، ممنوعه منذ عام 2008. فلما تحريت عن هذه الماده وعن قرارات الافراج الجمركي عن الخامه اللي بتخش المستحضر، لقيت ان في شهر 5/2012 الحالي تقدمت شركه المهن الطبيه بطلب للافراج عن الخامه من اداره الافراج الجمركي عندنا بالاداره المركزيه للشؤون الصيدليه، واداره الافراج الجمركي رفضت استيراد هذه الخامه. فتقدمت شركه المهن الطبيه اللي يرأس مجلس ادارتها الدكتور محمد عبد الجواد، واللي عضو مجلس ادارتها الدكتور عبد الله زين امين عام نقابه الصيدله، واللي عضو مجلس ادارتها الدكتور سيف امام وكيل نقابه الصيدله. تقدمت هذه الشركه بجواب في 10/5/2012 للدكتور محسن عبد العليم بتتضرر فيه من رفض الافراج عن هذه الخامه في المطار.
وقالت له ان اداره الافراج الجمركي عندكم في الاداره المركزيه ترفض الافراج عن هذه الخامه وهذا سيسبب خساره كبيره ماديه على الشركه. فالدكتور محسن في نفس اليوم وافق على استيراد عن هذه الخامة على الرغم من رفض إدارة الإفراج الجمركي للاستيراد هذه الخامة، وعلل السماح بالإفراج عن هذه الخامة لحين انتهاء اللجنة العلمية المتخصصة لطب الأطفال من الانتهاء من دراسة تظلم الشركة، لأن لما صدر قرار من اللجنة الفنية بمنع تداول هذه المادة الشركة تظلمت، من حقها تتظلم، أي حد بيتظلم من أي قرار، لكن من حق اللجنة إنها تدرس قرار التظلم. طب هل هذه وفي الآخر هل رفضت هذه المادة مادة ضارة؟ المادة بقى مشكلتها إيه بقى؟ المادة دي أساساً مادة أنتي هيستامينك، يعني مضادة للحساسية، ده الاستخدام الطبي ليها. كل مادة بيبقى ليها بعض الآثار الجانبية. دي من آثارها الجانبية، لها آثار جانبية كتيرة، منها إنها بتفتح الشهية. فحدث بالبلدي كده عملية نصب واحتيال على المواطن، الشركة قامت باستخدام الأثر الجانبي للمستحضر واستخدمته كاستخدام طبي، تمام؟ يعني هو المفروض أساسا مضاد للحساسية، لا كتبت على علبة من بره فاتح للشهية. طب وهل من الخطأ أن يتم استخدام الأثر الجانبي للدواء، يعني استخدامه ووصفه على على زجاجة الدواء؟ تمام. وفي حاجة تانية كمان عملوها، ده أضافوا عليها فيتامينات وكتبوا على العلبة من بره جنب فاتح للشهية ومقوي عام، فهذا شجع المريض المصري على استخدام الدواء لطفله على أساس أنه مقوي عام وفيتامينات وفاتح للشهية، وبالتالي الطفل المصري هياخده 3 مرات يوميا قبل كل أكلة، لأن عشان يفتح شهيته لازم ياخده قبل الأكل. وربما يكون هناك أيضا استمرارية، يعني هو لازم الاستمرارية بتيجي من إيه بقى؟ لأنه حاطط فيه فيتامينات، فعشان كده فاتح للشهية ومقوي عام، وكل الناس طبعا عايزه اطفالها يبقوا جامدين ويقويهم. طب انا عايز اسالك سؤال، لو الماده الفعاله دي اللي انت بتعترض عليها اللي هي سيبرو هيباتادين، انا مش انا بعترض عليها، ده قرار اللجان الفنيه واللجان العلميه المتخصصه لطب الاطفال وكل اللجان. لو تم استخدامها استخدام صحيح، هل برضو بتكون ماده مؤذيه؟ يعني انت دلوقتي بتقول ان المشكله الاكبر كمان ان هي تم استخدام هذه الماده استخدام سيء، تمام. الاطفال هيتضرروا لان تم استخدام الاثر الجانبي هو فتح الشهيه، وتم وضعه على العلبه بجانب ان هو ايضا فيتامين، فدي تقتل العمر، دي كارثه. اه طبعا. طب يعني انت ما تتحدث عنه كارثه. طب انا اسال سؤال اخر بقى، لو الماده دي تم استخدامها استخدام صحيح، هل برضو هتكون ماده مؤذيه؟ لا، لو استخدمت استخدام صحيح، يعني مثلا لو طفل عنده حساسيه وخد معلقه معلقتين لحد ما الحساسيه ما تروح، وخلاص هيوقف الدواء لان طيب. الحساسيه راحت فخلاص. طب ولكن مش هيستمر عليه بقى، فالاثار الجانبيه مع زياده الجرعه مش هتظهر. طب يعني معنى ذلك انت تعترض استخدامها السيء، يعني أيوة. ما حدث، ولكن انت لا تعترض على هذه الماده في حد ذاتها. لا اعترض على هذه الماده في حد ذاتها، لان هي ممكن طيب. تستخدم كشراب طيب. في حالات معينه ممكن تستخدم كشراب في حالات معينه طب خاصه هذا جدا. هذا فيما يخص الماده الفعاله اللي هي سيبروهيباتادين. طب فيما يخص بقى العقار، لماذا تعترض على العقار؟ هو العقار بيحتوي على ماده سيبروهيباتادين يعني بجوار الفيتامينات. يعني العقار ده اللي هو التريزوروكس. ايوه هذا هو العقار المكتوب عليه انه فاتح للشهيه وانه وفيتامينات، فتح للشهية مقوي عام وفيتامينات. طيب ماذا حدث بقى بعد ان اكتشفت ذلك؟ انا تقدمت ببلاغ الى النائب العام في 1/9، وفي نفس اليوم تقدمت بشكوى الى وزير الصحه بهذه الامور، وتقدمت بالبلاغ ضد كل من دكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيدله بصفته رئيس مجلس اداره الشركه المنتجه لهذا الدواء، وضد الدكتور محسن عبد العليم بصفته المسؤول عن استيراد هذه الخامه على الرغم من رفض اداره الافراج الجمركي الافراج عن هذه الخامه، وهو المسؤول عن تداول المستحضر، وهو من هو المسؤول عن سحب المستحضر كمان من السوق، تمام. ويوم 30/9 الحمد لله معالي الوزير حقق في الموضوع واكتشف ان انا على صدق، واصدر قرار وزاري بسحب جميع المستحضرات الصيدليه التي تحتوي على هذه الماده بجوار الفيتامينات في صوره شراب. تمام. طب هذا قرار، ولكن هل بالفعل تم السحب؟ وهل يعني سحب هذه الادويه من الاجزخانات بهذه السهوله؟ انت بتتكلمي حضرتك على السحب العملي، ان المفتشين المفروض ينزلوا الصيدليات ويحرزوا. يعني انا امام قرار انه بالفعل الوزير قام يعني تمام. باصدار قرار ورقياً. هو ايضا يعني قرر ان تعود الى عملك وانت لم تعود. تمام. طيب هناك قرار فعلي الان بان لا. يتم سحب يعني هذه العينات. أيوة. التنفيذ عمليا. انا نفسي في الصيدليه، انا عندي حاليا 10 علب ومحرزهم على جنب وحاططهم في كرتونه وكاتب عليهم ممنوعين من البيع ومحرزهم على جنب، ولكن ما حدش جالي. وشركات التوزيع بقى يعني اليه السحب انا دلوقتي بتكلم في اليه السحب، المفروض وزاره الصحه تجبر شركات التوزيع انها تكتب على كل فاتوره يا صيادله في عقار ممنوع من التداول بامر من وزاره الصحه اسمه تريزوريكس شراب، نرجو من سيادتكم ان انتوا ترجعوه وهندي لكم فلوسه زي ما خدتوه. فيعني نرجو ان يكون في اليه لسحب هذا المستحضر من السوق المحليه،
ويتم تجميع هذا المستحضر ويتم اعدامه في وجود شركه المال. ولازم على فكره في قرار وزاري بيقول ان الشركه ملزمه بسحب المستحضر بتاعها في خلال 48 ساعه. هل سيقوم دكتور محمد عبد الجواد باجبار شركه المهن لانه يرأس مجلس ادارتها، هل سيقوم بسحب المستحضر من السوق؟ هل ستقوم شركه المهن بمساعده شركات التوزيع بمساعده وزاره الصحه في سحب هذا المستحضر من السوق؟ ايه اللي هيقول لنا كده؟ ايه اللي هيثبت لنا انه تم سحبه ولا لا؟ ان يكون في كميه محرزه ويتم اعدامها ويطلع بيها تقرير وتنزل لوسائل الاعلام يا جماعه احنا عدمنا كذا علبه ريزوركس. لو ده ما حصلش يبقى ما تم السحب من السوق، وكل صيدلي هيحاول يتصرف في الكميه اللي عنده وهيبيعها للمرضى، لان الصيدلي في صيدلي برضو بيبقى عنده ضمير وفي صيدلي ما بيبقاش عنده ضمير. لو الصيدلي مش عنده ضمير ولقى الشركات مش راضيه تاخد منه الدواء هيعمل ايه؟ هيتصرف فيه ويديه للمريض. انما في صيدلي تاني هيفضل راكنه على جنب لحد ما يلاقي له صاحب، وفي الاخر ممكن يقدمه هو على حسابه بقى هو وضميره بقى. طيب في جميع الاحوال انا اريد ان انوه اننا حاولنا ان نتواصل مع دكتور محسن عبد العليم وهو رئيس الاداره المركزيه لشؤون الصيدليه، وطبعا يعني نفس الهيئه التي يعمل بها دكتور محمود، ولكنه رفض التعليق. كما ايضا اتصلنا بدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادله ولكنه ايضا رفض التعليق. اعود لك مره اخرى دكتور محمود، يعني اخيرا انت من وجهه نظرك كيف من الممكن ان يتم السيطره حتى يتم سحب هذا العقار فعليا من الاسواق؟ وهل هناك اي رساله تريد توجهها قبل الختام؟ انا بوجه رساله الى معالي وزير الصحه، احنا محتاجين نطهر قطاع الصيدله. قطاع الصيدله من الراس الكبيره لاقل راس محتاج تطهير، محتاجين اليات لتنفيذ منشورات سحب الادويه من السوق، محتاجين مراجعه لكل قرارات اللجان الفنيه. على فكره في ادويه كتيره برضو على نفس نظام التريزوركس وما بتنفذ، محتاجين اليه لمراجعه كل قرارات اللجان الفنيه ومراجعه الادويه السليمه ومراجعه الاستخدام الطبي اللي موجود على العبوات. وبناشد المواطنين ان هم ما ياخدوش هذا الدواء تحت اي بند من البنود. طيب يعني انا اريد ايضا مناشده للامهات، لان خاصه يعني بعد قرار وزير الصحه بان يتم سحب هذا العقار من الاسواق، فيعني ربما يكون بالفعل هناك ضرر شديد من هذا الدواء. اخيرا يعني انا اريد منك تنبيه يعني لجميع الامهات باسم العقار وعدم تناول هذا العقار للاطفال. انا بناشد كل ام وكل اب ان هم ما يدوش لاطفالهم عقار تريزوركس شراب، واتمنى لو هم عايزين يدوا حاجات فتح للشهيه لاطفالهم يبعدوا عن اي ماده بتشتغل على المخ، يبعدوا عن اي ماده بتشتغل ميكانيكيه عملها على المخ، ياخد حاجه مهضمه فتحه للشهيه انزيمات، انما بلاش الادويه اللي بتشتغل على المخ. طيب في جميع الاحوال يعني هذه المناشده بعد قرار وزير الصحه بالفعل يعني بسحب هذا العقار من الاسواق، ربما يعني يكون هناك تحقيقات، ولكن حتى الان لدينا قرار وزير الصحه بان يتم سحب هذا العقار من الاسواق. في نهايه اللقاء انا اشكر دكتور محمود فتوح رئيس اللجنه النقابيه للصيادله، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، اما الان فننتقل الى بث حي ومباشر من امام مؤسسه اخبار اليوم ووقفه للعاملين هناك للمطالبه بتحسين الاجور، فالى هناك.